كابتن طارق، انت قريت لحضرتك تصريح، انا عايز بس افهم التصريح ده لان انا ما قدرتش افهمه كويس. اللي حضرتك قلت فيه ان فريق الزمالك في التلفزيون حاجه وفي ارض الملعب حاجه تانية، ده نتيجه ان مثلا في لعيبه متغيره، ولا نتيجه ان حضرتك مثلا ما كنتش عارف تقرا كويس اللعيبه في الفيديو او في التلفزيون، ولا ايه؟ يعني التصريح ده غريب بالنسبه لي. لا خالص، مش عارف اقرا الفرقه. لا انا عارف الفرقه كويس، ودليل ان احنا ما فيش فرص للزمالك حقيقيه. قفلنا الاجناد بشكل كويس، ضغطنا على نادي الزمالك، قفلنا المفاتيح اللي هي سواء مؤمن او شعبان او باسم او خالد قمر، باستثناء طبعا الهدف اللي جه من خطا لينا. لكن هو لما تتفرج في الملعب يا وائل غير التلفزيون، يعني بتتفرج في الملعب اللقطه في التلفزيون بتيجي على اللعيب بس، فاهمني؟ او على جزء من الملعب، لكن انت وانت شايف الملعب كله بتشوف تحركات اللعيبه، بتشوف التغطيه العكسيه، بتشوف تحركات تكتيكيه داخل الملعب مختلفه تماما عن التلفزيون، لان التلفزيون ما بيبينش غير المكان اللي فيه الكوره. مظبوط. لكن انت وانت في الملعب بتشوف، يعني مثلا سي مثلا على سبيل المثال لما احمد سمير كان بيهاجم، فاهمني؟ كان بيقفل مكانه مؤمن. لما كان شعبان عمر جابر بيهاجم، كان شعبان بيقفل. يعني الحاجات دي كلها ما كانتش موجوده في الزمالك، الوعي التكتيكي ما كانش موجود الى حد كبير. يعني بتشوف تحركات فطريه او تحركات يعني متدربين عليها. فانت كل الكلام ده انت لاحظته وبالتالي بتواجهه. يعني انا اقصد ايه؟ ان انت الكلام ده كله اتقال للعيبه، فاهمني؟ شفوي نظري على في المحاضره، ثم انت طبقته في الملعب، وانت كمان اتحقق كلامك بان الزمالك تيم مختلف عن الموسم اللي فات. انت وائل لو تذكرت معايا الموسم اللي فات او اللي قبليه، نادي الزمالك كان بيعاني حقيقه بشكل كبير. مظبوط. والتغطيه العكسيه كانت سيئه جدا، لو تفتكر الاطراف كانت كان الدفاع، خط الدفاع كان عنده مشاكل كتير. برافو عليك. والقلب بالذات دلوقتي قلنا نادي الزمالك صلح الكلام ده كله بوجود اللي خط الظهر مفتح، وانت بتتكلم على ناديك اللي هو الزمالك، فلازم طبعا تتكلم بشكل محترم. دي نمره واحد. نمره اثنين تقول الحقيقه. مظبوط. نمره ثلاثه انت مع الكلام الكبير ده اللي انت قلته على الزمالك، انت نجحت انك الزمالك وتخوف الزمالك، اذا عمل ضعف عنده في الملعب. فدليل عندك انت مستحوذ، انت ضاغط، هو حقه. يعني للاسف الشديد برضه بعض الكباتن الكبار اللي احنا لعبنا معاهم يعني في نادي الزمالك انتقدوا الكلام ده. هو انا اقصد هو مش حقه ان هو يدافع، هو يعني الزمالك مثلا ده انا بشيد بالناحيه الدفاعيه للزمالك. يعني الزمالك اصبح ان هو بيدافع كويس. فاكر يا وائل لما كان البرازيل بيتغلب رايح جاي من كل حاجة، لما جه دونجا، لما جه دونجا في فتره من الفترات وكان ارتكاز عالي قوي في الملعب، لو تفتكر هو حسن من نتيجه البرازيل. نفس الكلام بالنسبه لفرق كتير جدا. ريال مدريد لما جاء مورينهو بدات الناحيه الدفاعيه عند ريال قويه، فبدا يعود للبطولات وبدا الشكل كويس يجي. انت فاهم قصدي؟ صح. هو ده اللي انا اقصده. هو في حد انتقدك عشان انت قلت ان الزمالك بقى بيدافع كويس؟ يعني قال لك ما هو الراجل كسبان ليه هيهاجم؟ ماشي. ما انا اقصد كده. يعني ده طبيعي ان الراجل ما جازفش، يعني ده وضع طبيعي ان الراجل ما جازفش، لانه كان ممكن يجي فيه هدفه الثاني. صح. لكنه قوى الناحيه الدفاعيه، فبالتالي قدر ان هو يعمل ستار جامد جدا قدام لعيبه مصر رغم الضغط والاستحواذ، وان احنا لعبنا باربعه فراوده في اخر ربع ساعه، الا ان هو حافظ على النتيجه دي. تحسب له وتحسب نادي الزمالك. انا ما اقصدش ان انا يعني ايه من الدهوات اللي كانوا قاعدين في الاستوديو كباتن الكبار فهموا الكلام ده، ان انا يعني بقول ان الزمالك بيلعب مدافع. طب ما هو طبيعي. طب ما يلعب مدافع، هو بقى ايطاليا بتلعب مدافع يعني.